ما لقاله لي زياد هزني من داخل. علاش؟ لأنه أنا عندي إحساس مع الاستدعاء هذا اللي جاني نهار عيد الاستقلال نهار عطلة في 3:30 بتاع العشية. عندي إحساس أنه الاحتمال الأكبر أنه سيتم الاحتفاظ بي. لا إن شاء الله. خليني نكمل. طيب. وعادي جدا أني نموت في الحبس. عادي جدا. وصارت مات واحد في صفاقس لأنه ما عطاوش زرقة الأنسولين. ومات طبيب في الحبس. وهنا الناس تتباكى عليه نهار واثنين ويتأسفوا ونتنسى. أني نحب نقول بنتي وولدي أنه أني راني ما عملت حتى شيء ينجموا يحشموا به نهار آخر. أني الحاجة الوحيدة أني تمسكت بأخلاقيات خدمتي. أني نهار اللي خرجت أو أخرجت من إيافام السيد اللي طلب أني نخرج خايف على أبوه لأنه أبوه في الحبس ما يعرفش شنو وضعيتي يعني بعد كي قعدت في الدار. أني عندي دويات كنا ما يرمبوسيهاش نزلت عليها ما عادش نشريها. أني نداوي في عينيا بطلت ما عادش نداوي عينيا. نهار اللي خدمت مع بوراني بسيس خلصتنيش انت بوراني بسيس ما زلت به. فكرت قلت يا سيدي خلينا نخدم حاجه اخرى. هو لازم نعمله صحافه وطرقت ببان اللي تمشي له قول له خياني ما عنديش توا مصلحه باش انت تظهر معانا انت مخذول. يقول هي لك بتربيه بفيانه